فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية كي تصوم رمضان كاملا؟ ما يخالف، لا إذا صار ما يشق عليها ولا يأثر عليها ما يخالف، لكن تركه أفضل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: تأخذها لإكمال العمرة أو الحج؟ إذا أخذتها قبل ينزل عليها الدم وامتنع ما يخالف، أما إذا نزل عليها الدم فلا ينفع أخذ الحبوب. نعم.